أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشطر الأول والأمر الأول في هذه الآية المباركة ليست لدينا مشكلة تجاهه، ما أن نسمع أو نقرأ هذا الشطر الأول من الآية المباركة نرفع أصواتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذه نعمة ولله الحمد، ولكن مشكلتنا مع الشطر الثاني من الآية، مع الأمر الثاني في الآية المباركة. وسلموا هذا أمر، تسليما، التسليم لرسول الله، التسليم للدين، التسليم لله عز وجل، التسليم لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. مشكلتنا هنا. هل نحن مسلمون عندنا تسليم للدين، تسليم لرسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام؟ التسليم المطلق، هناك قضيتان أنقلهما لكم بإذن الله تعالى. تبينان حالنا تجاه التسليم، تجاه هذا الأمر الإلهي الهام جداً، الأمر الإلهي الشمولي. قبل أن أنقل لكم هاتين القضيتين المختلفتين المتفاوتتين، أقرأ لكم
خبرا حديثا شريفا. عبد الله ابن أبي يعفور أحد البارزين الكبار من أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله ابن أبي يعفور توفي في زمن الإمام صلوات الله عليه. الإمام كتب رسالة عنه إلى المفضل، رسالة مختصرة نسبيا، كتب عليه الصلاة والسلام: يا مفضل، عهدت إليك عهدي كان إلى عبد الله بن أبي يعفور صلوات الله عليه الإمام الصادق يقول عن عبد الله بن أبي يعفور صلوات الله عليه. كان إلى عبد الله بن أبي يعفور صلوات الله عليه، فمضى كلام الإمام، فمضى صلوات الله عليه موفيا لله عز وجل ولرسوله ولإمامه بالعهد المعهود لله، وقبض صلوات الله على روحه محمود الأثر مشكور السعي مغفورا له مرحوما برضا الله ورسوله وإمامه عنه إلى أن كتب صلوات الله وسلامه عليه. فما زال كذلك الإمام يتحدث عن عبد الله بن أبي يعفور، فما زال كذلك حتى قبضه الله إليه برحمته وصيره إلى جنته ساكنا فيها مع رسول الله وأمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويختم الإمام عليه الصلاة والسلام الكتاب بقوله: فزاده الله رضا من عنده ومغفرة من فضله برضاي عنه. رسالة جدا عجيبة، حجة الله على الخلائق، إمام معصوم يتحدث عن شخص في رسالة قصيرة، ثلاث مرات الإمام يصلي على ذلك الرجل. في المرة الأولى يقول عنه، يذكر اسمه، يقول صلوات الله عليه، بعد كلمة أو كلمتين يكرر الإمام يقول عنه صلوات الله عليه، بعد كلمات أقل من ساطر مرة ثالثة الإمام عليه الصلاة والسلام يقول صلوات الله على روحه. جدا عجيب، الإمام هو لسان الله، هكذا تأكيد في التجليل بهذه الطريقة ناهيك عن بقية العبارات. من هو عبد الله ابن أبي يعفور؟ لا علينا من هو، ماذا كان يملك حتى وصل إلى هذه المرتبة السامية، ماذا كان يصنع حتى صار إلى هذا المقام العظيم. تريد أن تعرف جانباً، إحدى أسباب بلوغه هذه الدرجة العالية؟ الآن أنقل لكم القضيتين المتفاوتتين. القضية الأولى عن عبد الله بن أبي يعفور، القضية الثانية عن أحد زملائه. القضية الأولى
ذات مرة عبد الله ابن أبي يعفور قال للإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال يا ابن رسول الله والله لو فلقت رمانة بنصفين وقلت هذا حرام وهذا حلال لشهدت أن الذي قلت حلال حلال وأن الذي قلت حرام حرام. فقال صلوات الله عليه رحمك الله رحمك الله، قالها مرتين. تسليم، أنت حجة الله على الخلائق، أنت لسان الله، أنت كل شيء، الله عز وجل جمع فيك كل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الرمانة واحدة كانت، هذا نصفها هذا نصفها، فليكن تسليم مطلق. في مجال العقيدة طبعا هذا عمليا كان هكذا. عبد الله ابن أبي يعفور ما قال هذه الكلمة مجرد كلام، حقيقته كانت هكذا، تسليم مطلق كان للإمام. هذا الذي يبلغ هكذا درجة، الإمام هكذا يعبر عنه. القضية الثانية، عبد الله بن أبي يعفور كان شيعيا، ذاك الرجل لا أريد أن أذكر اسمه أيضا كان شيعيا. عبد الله بن أبي يعفور كان من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ذاك أيضا كان من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن أبي يعفور كانت له شخصية، طبعا هو من الحواريين عبد الله بن أبي يعفور كما ورد في رواية الحواريين، كان له شخصية مرموقة، ذاك لم يكن من الحواريين طبعا وليس في مستوى عبد الله بن أبي يعفور، ولكن كانت له شخصية بين المؤمنين. يعني لا تتصور أن ذاك إنسان عادي، لا، إنسان له شخصية ولا أريد أن أذكر اسمه. ذات مرة كان ذاك الشخصية جالسا في خدمة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، رجل آخر سأل من الإمام عليه الصلاة والسلام سؤالا، لا أريد أن أذكر السؤال، سؤال في مجال العقيدة، الإمام أراد أن يجيبه، فنظر إلى هذه الشخصية، كان جالسا عند الإمام عليه الصلاة والسلام، فرآه مشغولا، لعله كان يكتب شيئا ليس منتبها، فالإمام عليه الصلاة والسلام ما أجاب السائل بلسانه الشريف، إنما أشار برأسه، أجاب سؤاله برأسه حتى لا يسمع هذا الشخص. يعني استعمل التقية من شخص ليس من الأعداء، لعلي أقول إلى حد ما من المقربين، لا يتحمل. الإمام يعلم أنه إذا كان يجيب بلسان هذا الشخص ماذا كان يحدث في قلبه من شك من شبهة من ما أعرف، لا أعلم، ولكن الرواية هكذا أن الإمام رآه نظر إليه، فلما رآه مشغولا بشيء، لا أريد أن أذكر نص العبارة وأتذكر نص العبارة لأنه ليس هدفنا الشخص، فلما رآه مشغولا أشار برأسه. نعم، عبد الله ابن أبي يعفور شخص وهذا شخص، هذا ليس مخالفا ليس ناصبيا ليس عدوا، له مقام له شخصية بين المؤمنين أيضا. هاتان القصتان حالنا، قلة يمكن أقول نادر منا على طريقة عبد الله بن أبي يعفور،
والكثير على طريقة ذاك. هل نحن مسلمون في مجال العقيدة؟ هل نحن مسلمون في مجال العمل؟ نعم نحن مسلمون. لا نستعجل، الذي لا يعرف المشكلة، الذي لا يعرف حقيقته، لا يتمكن أن يعالج مرضه، مشكلته، نقصه. يلزم أن نعرف الحقائق. نحن حقيقة مسلمون تسليم مطلق في مجال العقيدة، تسليم مطلق في مجال العمل، أم كل واحد منا يبدي عدم تسليمه بطريقتين؟ شخص يبدي عدم تسليمه في الأموال، شخص يبدي عدم تسليمه في الشهوات. عندما أقول الشهوات لعل البعض يتصور نوعا معينا من الشهوات، نعم ذاك نوع معين، ولكن الشهوات شهوات عديدة. شهوة الرئاسة، شهوة الغلبة، عندما أتسلط على مناوئي ماذا أصنع به؟ هناك أراعي أن لا أخرج من الإطار الذي رسمه لنا رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أم أخرج؟ أخذ راحتي الآن، أنا متمكن منه، أفعل ما أشاء، أم لا أنضبط؟ أرجح رضاهم على رضاي أم لا؟ أرجح هواهم وهواهم هو إرادة الله، أرجح هواهم على هواي؟ لنكن واقعيين في النظر إلى أنفسنا. أنا أنظر لنفسي حتى أتمكن أن أعالج بعض المشكلة على الأقل. أساساً هذه المشكلة، مشكلة عدم التسليم، من أين؟ ما هو مصدرها؟ مصدرها كلمة واحدة، عدم إدراك العبودية. أنا عبد، أنا عبد لله عز وجل، أنا عبد لرسول الله صلى الله عليه وآله. أدرك عبوديتي، أفهم أنني عبد، أفهم يعني ماذا العبد. العبد لا يفكر في هواه، يفكر في هوا مولاه. العبد لا يفكر في هوايته، يفكر في طاعة مولاه. المولى ماذا يريد من العبد؟ يعني ماذا أصلا معنى العبودية هذا؟ أنا عبد، أدرك أنني عبد. درك هذه النقطة، درك عبوديتي، هذه العبودية التي في كل يوم على الأقل 10 مرات نقولها: إياك نعبد. كلما ارتفع إدراكنا للعبودية، لعبوديتنا، أنا عبد، أنا عبد، وأحسس نفسي بعبوديتي، كلما ارتقينا في مدارج الدرك للعبودية تسليمنا صار أكثر وصار أفضل. العبد ما عنده شيء، لا أحس نفسي مولا، أنا عبد. هذا الإحساس، متى ما هذا الإحساس كان موجودا في نفسي عادة ما أنضبط. عندما أدرك هذا المعنى، طبعا عند الغضب الشديد أتذكر أنني عبد، لا أتصرف تصرفا سيئا، حتما على الأقل تصرفي ينضبط إلى حد ما. عند الشهوة، شهوة الغلبة، شهوة المال، شهوة الرئاسة، أي شهوة أخرى، إذا تذكرت أنني عبد لله عز وجل أنضبط، أكون مسلمة. التسليم بين شيئين،
أختم كلامي بهذه النقطة فقط. التسليم مصدره إدراك العبودية، وأثره، يعني هو التسليم مصدر لشيء آخر، لأشياء. التسليم جدا عظيم. من جملة آثار التسليم قوة النفس. عندنا نماذج عديدة، الحمد لله رب العالمين، أقول نماذج كثيرة نرى فيهم قوة عجيبة في قضايا الدين. من أين هذه القوة؟ مصدرها التسليم، ومصدر التسليم إدراك العبودية. التسليم بين هذا المصدر وبين ذلك الأثر. قضايا كثيرة عندنا، باعتبار ذكرنا عبد الله بن أبي يعفور، عبد الله بن أبي يعفور ذكرناه، أنقل لكم هذه القضية، قضية موجزة جدا ولكنها تحمل دلالة كبيرة جدا. نحن في العديد من البلاد في ضغوط، الآخرون عندهم حريات، هذه الحريات لا تعطى لنا. هذا زمننا، في زمن بني العباس هذا الضغط الموجود اليوم اجعله 1000 ضعف. أبسط الحقوق ما كانت للشيعة، أبسط الحقوق، على أبسط الأمور كان الشيعي يقتل، ناهيك عن السجن. السجن سهل كان، على كلمة واحدة ما كانت تعجب القاضي، ما كانت تعجب الشخص المتنفذ، كان يقتل. دعي عبد الله ابن أبي يعفور لشهادة في قضية، أن يشهد عند القاضي. القضاة النواصب الذين كانوا يفتخرون بنصبهم، الذين ما كانوا، لا أقول ما كانوا يقبلون الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يقبلون أمير المؤمنين، ما كانوا يقبلون فضائل أمير المؤمنين، طبعا يسمون أنفسهم مسلمين. قضايا وقضايا، شخصياتهم كبارهم، قد نقلت لكم في مصادرهم، ليس عن مصادرنا، أبو حنيفة، ابن أبي ليلى، ابن شبرمة، نقلت لكم القضية، ذهبوا إلى الأعمش النبوه، قالوا له تب إلى الله عز وجل من نقلك فضائل أمير المؤمنين. فضائل أمير المؤمنين ينقلها شخصيات كبار، أبو حنيفة شخصية كبيرة عندهم، ابن شبرمة شخصية جدا كبيرة عندهم، ابن أبي ليلى شخصية جدا كبيرة عندهم، شخصيات كبار، يقولون للأعمش تب إلى الله من نقلك فضائل أمير المؤمنين. هكذا كان الوضع، يعني اعرفوا الوضع كيف كان. عبد الله بن أبي يعفور دعي إلى شهادة عند قاضي، أهم تلاميذ أبي حنيفة. أراد أن يشهد القاضي أبو يوسف القاضي المشهور، هذا أهم تلاميذ أبي حنيفة ويعتبر قاضي كبير جدا من قضاته. أبو يوسف القاضي قال لعبد الله بن أبي يعفور: أنا أعرفك، تريد أن تشهد يلزم أن تكون إنسانا ثقة، صدوقا على الأقل، صادق لا تكذب، أنا أعرفك بالصدق. قال له: إني أعرفك بالصدق والتهجد بالليل والطاعة لله عز وجل، إلا أن فيك خصلة سيئة، وهي أنك رافضي. فصار عبد الله ابن أبي يعفور يبكي بكاء شديدا حتى سالت دموعه على خديه، وقال: يا أبا يوسف،
تنسبني إلى قوم صالحين أخاف ألا أكون منهم. كلمة حق عند سلطان جائر، هذه أكبر الجهاد. بكل سهولة قالها عبد الله بن أبي يعفور، وكانت هذه الكلمة ربما تجره إلى السجن ولعله إلى القتل. ما أنكر التهمة، لا، قال هذه التهمة، هذه ليست تهمة، هذه فضيلة أنا ربما لا أستحقها. التسليم مصدره درك العبودية، والتسليم هو مصدر لقوة النفس. عندنا درجة من درجات التسليم الحمد لله رب العالمين، ولكن لا أقول لا تكفي، أقول المفترض بالمؤمن أنه يحصل على درجة أعلى في مجال العقيدة أولا، في مجال العمل ثانيا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وبارك لكم الذكرى السعيدة العطرة المباركة الميمونة لمولد سيدنا ومولانا الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارته في الدنيا، شفاعته في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.